انتظاراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات. أعلنت منذ لحظات انطلاقة الشوط العاشر الخاصة بفئة القعدان الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. الحاضر معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة وختامي الوثبة 2023. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مع تواجد مكرم للسيد سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، من يتقدم مع أول المراكز وأول التحديات. المركز الثاني الوصول مع حرب مسلم بن سالم بالحوتة العامري، من يقدم لنا انطلاقة حرب، من يحتل المركز الثاني والثالث. التحديات ضرغام أحمد بن محمد بن روية الخيالي قادما، وايضا المركز الرابع نتابع هنالك القدوم مع سلندر لسيد سيف بن علي بن سالم العامري، من يقدم لنا انطلاقة سلندر في هذه اللحظات، وايضا الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام مصيح للسيد محمد بن صالح بن مجرن العامري، من يقدم لنا انطلاقة مصيح صوغان قادم بشعار بالركاض سعيد بن محمد بن ركاض العامري، من يقدم لنا انطلاقة صوغان ايضا القادم جلمود، من يحمل الرقم 1 باحثا عن المركز الاول جمال بن راشد بن كاسب المسافري، بدأ يتقدم الان ويعلن عن حضوره المميز. ايضا هنالك قدوم والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام، والحضور مع النشمي عبد الله بن الطير بن سهيل العامري، من يقدم لنا النشمي، وايضا مشكور عبد الله بن محمد بن ميع السبوسي قادم. اعود بحضراتكم الى مقدمه الشوط، الى الصداره الاولى، الى التحديات الاولى، شوط خاص بالانتاج والمنتجين في ختامي الوثبه. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ انطلق صوغان سعيد بن محمد بن ركاض العامري، ولكن جلمود من تسلل، جمال بن راشد بن كاسب المسافري من يحمل الرقم 1، ولكن بالروية بدأ يتقدم الآن، بالروية بدأ يعلن عن حضوره المميز ضرغام أحمد بن محمد بن روية الخيالي، من يقدم لنا ضرغام على المركز الاول وعلى التحديات الاولى، جلمود على ثاني التحديات، جمال بن راشد بن كاسب المسافري وايضا القادم والمنطلق في هذه اللحظات، بدا يتقدم زعفران جابر بن سعيد بن خضاره المحرمي، من يتقدم الان على المركز الثالث، المركز الرابع مصيح محمد بن صالح بن مجرن العامري. يا سلام، بدات التحديات، وصلنا هنا إلى الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير بقيادة بالروية على المركز الأول، أحمد محمد بالروية الخيالي يتواجد شعاره المميز على صدارة هذا الشوط. أبناء رماح يتواجدون في قمة التحديات وقمة الانطلاقات الأولى، ضرغام أحمد محمد بالروية الخيالي، يا سلام، يقدم لنا هذا الأداء المميز. بدأت التحديات، بدأ الانطلاق، شوط خاص بالانتاج والمنتجين بالروية وانتاجه المميز، بالروية وانتاجه الفاخر على المركز الأول. جولة التحديات، جولة الأوامر الأخيرة، يا سلام، شعار أبو نايف على المقدمة بالروية، أحمد بن محمد بالروية الخيالي ينطلق بهذا الأداء المميز مع انطلاق الضرغام، ولكن حذاري من القادم والمنطلق مطفي علي بن سويداء بن سالم الغفيلي، وصل في الامتار الاخيره ابناء السلطنه، الغفيلي من ينتصر في مسار هذا الشوط. سلامي لمن جم السبك، سلامي لميدان الابيض، سلام على هذا الفوز والانتصار، ابناء السلطنه يحضرون بهذا الاداء المميز، ولكن بالرويه عاد، ولكن الغفيلي تهان والناموس لمالك مطفي علي بن سويدان بن سالم الغفيلي على هذا الفوز والانتصار. ثانيا ضرغام أحمد بن محمد بن روية الخيالي، وثالثا كان الوصول مع الصارم سيف بن نايع بن سالم الغفيلي، والمركز الرابع وصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام.
حرب لسيد مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، والمركز الخامس كان الوصول مع شايم راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. تهانينا والناموس لمالك مطفي علي بن سويدان بن سالم الغفيلي على هذا الفوز والانتصار. يذهب بهذا السلام لابناء السلطنه وخصوصا هنالك لابناء ميدان الابيض. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني من مسافه 4 كيلو مترات كما تشاهدون على شاشه قناه ياسر الرياضيه. التوقيت الزمني 5 دقائق 54 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس. المركز الثاني وصل ضرغام للسيد أحمد محمد بن روية الخيالي بتوقيت زمني مع المركز الثاني 5 دقائق. مشاهدينا متابعينا الكرام 54 ثانية، 7 أجزاء من الثانية بينهم. المركز الثالث كان الحضور مع الصارم سيف بن نايا بن سالم الغفلي، والتوقيت الزمني لصاحب المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام 5 دقائق 56 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابع